الأهلي يهزم يانج أفريكانز بهدف نظيف ويؤكد صدارته للمجموعة الرابعة عن جدارة واستحقاق. كابتن شريف ألف مبروك. مبروك وعقبال اللي جاي إن شاء الله. إن شاء الله. خطوة مهمة جدا أن أنت تبقى أول المجموعة. واضح أن الأهلي تناول المباراة النهاردة بهدوء. يعني ما حملش نفسه أكتر من الوضع اللي هو موجود فيه، والارتياحية بتاعت التعادل دي كانت مخليه الريتم يمشي زي الأهلي ما عايز. يعني والخصم راضي بأنه تأهل، والخصم عايز يخطف فوز. ما عرفش. هي هم لعيبة كويسة وبينتشروا في الملعب كويس أو بيتحركوا، عندهم سرعات وكل حاجة، ولكن الأهلي هو اللي كويس وجيد. صحيح. امتص جميع الكاونتر اتاك اللي كانت موجودة، امتص جميع الأخطاء اللي احنا كنا بنقع فيها، بقى اللعيبة بترجع تاني بروح وبسرعة وبلياقة بدنية بتقدر تحبط أي محاولة كانت لفرقة يانج أفريكانز. ولكن المكسب الكبير النهاردة، غير انك انت تأهلت وكسبت على ارضك وكل حاجة، بعض الحاجات اللي هي ممكن تنفعك في المباراة اللي جاية، اللي هي ايه بالنسبة لي انا بقى؟ تحرك علي معلول، الشوط الثاني، حسين الشحات، اللغة اللي موجودة، الهدف اللي احنا هنتكلم عنه كتير جدا، لما يبتديها منع على الخط حسين الشحات لانطلاقات علي معلول ويكمل هو السبرينت الشادو سترايكر يبقى وتتلعب له ويحطها، ده هدف انا بسميه جملة فنية جميلة جدا. طب لو تلعب في المباراة كلها، هو ده اجمل ما في المباراة الحقيقة. فدي حاجة لازم نبني عليها المباراة اللي جاية، المباراة المهمة اللي جاية بالنسبة لنا. ربنا ساعات بيديك، هنتكلم فيها، ربنا ساعات بيديلك ايما سكك. النجاح منين؟ الفوز منين؟ انت ليه بقيت كويس النهاردة؟ انا كويس دايما تيشيرت النادي الاحمر، النادي الاهلي الاحمر، هو اللي كويس، هو كل ما بخدمه الحقيقه بالروح وبالجري وباللياقه البدنيه وبالثقه وبالسكواد اللي انا شفته النهارده ده، انت في المرحله الجايه باذن الله لو فضلنا ماشيين كده بنفس الريتم. اتكلم على الماتش الجاي، الماتش الجاي واللي بعده واللي بعد، خلاص. انا بتكلم على افريقيا بقى وعلى كاس نهائي كاس، احنا بنلعب على طول بطولات. احنا نوك اوت. حتى في الدوري لما بنيجي نلعب احنا ما عندناش تعادلات ولا خساره، احنا نوك اوت. ليه؟ عشان تعتلي المرتبه بتاعتك اللي دايما انت بتبقى فيها، المرتبه الاولى بالنسبه لك، والساحه فاضيه لك يعني، والاخرين بيسمحوا لك، يعني ما فيش اجمل من كده، غير انك انت تهتم وتركز وتدي الشخصيه اللي عندك، ما فيش اكتر من كده. من غير ما اطول عليك، مبروك النهارده، مبروك عوده لعيبه كتيره جدا، مبروك عمرو السوليه، اكرم توفيق، نبيل كوكا. كنا بنتكلم على مودست وعايزينه يبقى اكتف عن كده كتير، انما النهارده برضو لراحه الماتش والكلام من ده بقى عنده، هل عنده اكتر من كده او هيدينا اكتر من كده؟ هو صاحب عشان نفصل بقى في موضوع مودست ده، هو صاحب القرار نفسه في الملعب. هو اللي يقدر يحضر نفسه قبل اي مباراه ويخلي حالته البدنيه قوية جدا اللي تساعده في الفنيات اللي هو كان جاي بيها او بسمعته يعني. بص كابتن، طبعا مش هتكلم على مودز بصفه خاصه، لا انا بتكلم على حاله. لا لا لا، حاله احنا كنا بنتكلم فيها النهارده، بتكلم يعني على حاله. ممكن في بعض الاحيان انا يكون عندي امكانيات ولكن لا تستغل في بعض المباريات بالطريقه اللي تناسبني. ممكن هرد عليك اقول لك، ما هو جات له كورتين يحطها بدماغه كده في مودس. انا بتكلم عموما يعني، في العموم يعني. ما تاخدش كلامي على مودس، انا بتكلم. ما احنا بنحلل مين دلوقتي؟ لا لا، بتكلم في العموم، بقول ممكن اسلوب الاداء او مثلا مستر كولر كان ليه فكر وليه وجهه نظر ان يلعب مودس في الحته دي عشان ياخد العرضيات، فما كانش فيه عرضيات، فما خدموش اسلوب اللعب في الشوط الاول مثلا. احنا ما شفناش ولا عرضيه. انا عندي ايمن مقوله اسمها النجاح بقفش فيه بايدي وسناني. النجاح امسك فيه كده، ما يبقى عندي لعيب في الحته المنطقه دي جاب جولين وعنده سرعات وعنده، ما خرجوش بره الحكايه، ما قلقوش بقى اساسي ولا احتياطي ولا لا، اديله. هي دي بس الخط الوهمي اللي احنا في التحليلات لما بنتكلم، مش ضد فلان ولا ضد علان، انا بتكلم على انا النهارده بوشنج للنجاح بتاعك. حتى عود اللعيبه بتاعتك ان الراجل ده
هو اللي هيشتغل الفتره دي، والراجل الثاني هو المساعد ليه. انت عارف نظريتي انا. أيوة يعني انا كونج رايت النهارده متعود على اسامه ابو علي، كويس، بوم بوم من الشمال واليمين، وهو بياخد المره دي الخطوه الاولانيه وبعدين يطق وبعدين ياخد العاليه. كمل 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 في الفراغات، وكمل في النجاحات، وكمل في حياتك انت، ما تروحش مرجع لنا حد تاني. نبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يا ريت، يلا بينا النهارده مش عارف. لا، انا اقفش في النجاح، وده اقوى حاجه بالنسبه لك في كره القدم. لما بتتمكن من اي فرقه بتلعبها، انا انت انت الاسد، انت الاسد اللي الوايلد اللي بياخد بضوافره المباراه كلها وبيحطها في جيبه. فهو ده بس اللي احنا بنتكلم فيه، مش مسميات. ما انت عندك 70 لعيب، انا قاعد بره اهو، كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وكريم الدبيسو ورضا سليم ومجدي قفشه. يعني انا عندي مليون لعيبه، هفضل احلل بقى واقول له هو ده ليه ما خدش وده خد؟ لا، هنا الفنيات والمدير الفني من حقه انه يوضب الترتيبات اللي هو بيشتغل بيها على جميع المباريات. يقول لك النهارده انا اديت لامام عشان الماتش الجاي هحطه اساسي، يبقى رجله في الملعب ونفسه مفتوحه، دي حاجات بتاعته هو. لما نيجي نتكلم في نجاحات انت مسكت فيها في احد اللاعبين المعينين، رضا سليم، اسامه ابو علي، اتمنى ان احنا نزق على قد ما نقدر. هاخد من الجمله دي ماشي.